باش انا من جديد في زون ميكس نحكيو على السي اس اس. تقريبا منذ ساعة تم الاتفاق مع المدرب حمان الدو على تقية السي اس اس خلفا للاسباني بيبي مورسيا. معنا بالتليفون الكوتش سي حمادي مجد معنا نحكيو معاه على التعيين الجديد هذا والتجربة الجديدة لي في السي اس اس. سي حمادي اهلا بيك. اهلا بيك، تحية ليك سلام وتحية لجميع المستمعين. يعيشك. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ شنو عام فيك رمضان ساعة؟ والله صبر الحمد لله. تعرف رمضان عديته في السعودية، عندي 4 أيام اللي جيت. أي. حاولت أن نجي قبل الحجر الصحي، وصبر رمضان ديما شهر الخير والبركة، وإن شاء الله وإن شاء الله يبقى ربي يبعد علينا الباء والبلاء. أمين إن شاء الله. جيت على خاطر السياسات ولا بطبيعتك جاي؟ لا بطبيعتي جاي، ماني كملت غديكا بجاء تفهمت مع رئيس النادي. دونك سي اس اس جاء توا، ماني عنده صافي دو جور ملي صار الكونتاكت مع سي اس اس، دونك ما عنده حتى دخل بالمروح تاعي من السعوديه. دونك تاكد لنا سي حمادي، تم الاتفاق اليوم رسميا مع سي اس اس على تولي مهمه الفريق الاول خلف المرسي، هكا ولا؟ صحيح اليوم رسميا تو منذ ساعه تقريبا كملت الجلسه تاعي مع الاداره تاع نادي الفيرسي، واتفقنا رسميا على كل الجزئيات، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله. ان شاء الله. اهم جزئيات العقد باش يكون عام ونص هكا؟ العقد باش يكون عام ونص، معناها نكملوا السنه والعام الجاي ان شاء الله، وان شاء الله نوصل الاهداف تاعنا اليوم واضحه ان شاء الله. شنو هما الاهداف؟ اهداف اول حاجه السنه معناها نحاولوا نتكلاسيو ثالثين، معناها خاطر النادي الفيرسي ديما يطمح للمشاركات افريقيه، ولو انه مصيرنا مش في ايدينا. الهدف الاخر هو كاس تونس، نحاولوا كيف معناها شيونس باش تكون زاده مهمه برشا، والهدف الكبير والاهم واللي هو قريب هو كاس الكاف. الاسبوع الجاي نلعبوا ربع نهائي كاس الكاف ضد شبيبه القبائل، هذه مباراه مهمه، وان شاء الله الهدف تاعنا الاول هو ان شاء الله التتويج بكاس الكاف، معناها ان شاء الله ونادي الصفاقسي معروف بكاس الكاف واكثر فريق متوج في كاس الكاف، ان شاء الله معناها تكون الكاس هذه من نصيبنا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. تعرف سي حمادي اكثر مني، ظالي في تونس الهوايه نتاعنا تبديل المدربين، معناتها مهما تكون النتائج باش تكون ان شاء الله العام الجاي في السي اس اس، معناها والله شوف هوايه توا مدرب في تونس ولا بتقعد حتى بعض الاسابيع، يعني احنا نشوف مدرب احنا شفنا مدربين يبدا فيني في الشامبيونا ويتنحى عادي معناها في تونس ويتنحى. صحيح هذا موجود معناها، وذاك علاش هذا ملف كبير معناها يلزم نلقاو له حل بصراحه، لكن احنا الهدف تاعنا يعني عام ونص، الكونترا تاعنا يعني عام ونص، نعرف في كره القدم النتائج هي اللي تحدد معناها مصير المدرب وتحدد معناها المده اللي يقعد فيها المدرب، لكن معناها انا ديما البون فوا موجوده، ديما ان شاء الله المسؤولين تاع النادي الصفاقسي فاهمين الوضعيه تاع سي اس اس، انا كيف جلسنا مع بعضنا قعدنا نعرفوا الاهداف، نعرفوا شنو اللي عندنا وشنو اللي ما عندناش، دونك ان شاء الله احنا نقولوا عام ونص، وان شاء الله اكثر من عام ونص ان شاء الله. علاش لا؟ حسب ما فهمت من كلامك قلت لي الهدف الاول كاس الكاف ضد جي اس كا الماتش، خدمت برشا في الجزائر، انت صارك عندك فكره مهمه على شبيبه القبائل. عندي فكره على شبيبه القبائل اللي هي فريق محترم برشا، فريق كيف متوج برشا زاد في كاس الكاف، تغير في المده الاخيره، فريق ممتاز عنده امكانيات باهيه، اكيد نعرفوا كيما يلزم وباش نزيد تو بالطبيعه مادام يخدم النادي الفيرسي باش نحاول ناخذ اكثر معطيات على الفريق هذايا وما نخليه ان شاء الله حتى شيء للصدفه ان شاء الله. في المقابلة الاخرى السي اس اس قاعد يلقى في صعوبات مع الفرق الجزائريه، مع بارادو ظهر لي، مع العلمه كيف فما تشيخ ظهر لي زاده، ما نستحضروش شنو منذ موسمين. مع المولديه اي المولديه اخر ماتش صحيح. صحيح لكن تشوف الكره الجزائريه راهو ما ننساوش زاد كره ماني عندها ما تقول في روحها تمتاز، عندها بعض الخاصيات نتاعها تختلف على الكره التونسيه. النادي الصفاقسي صحيح لقى مشاكل في المده التاليه مع الفرق الجزائريه، لكن هذا ما يعني حتى شيء، معناها بالعكس يمكن انا زاد بمعرفتي من الفرق الجزائريه وطريقه اللعب نتاعهم ان شاء الله ماني نكسر القاعده هذه، وان شاء الله النادي الصفاقسي ماني يكسر القاعده هذه وان شاء الله نعمل نتيجه معناها مقابله ممتازه ضد شبيبه القبائل، وان شاء الله نترشحوا على حساب شبيبه القبائل اللي ما يفوق النادي الصفاقسي في حتى شيء بصراحه. ان شاء الله. الفرق بين تجربتك الاولى، نعرفوا هذه تجربتك الثانيه مع السي اس اس، الاولى كنت مدرب مساعد لكرول وبعد توليت انت مهمه قياده النادي، اليوم ظهر لي ثقه كامله فيك انت من الهيئه المديره كمدرب اول مشيت لحمادي الدو، شنو هو الفرق بين زوز تجارب سي حمادي؟
والله حتى المده لا با 2013 2014 حتى معناها الباساسيون كانت لما وليت مدرب اول معناها كانت ثقه تامه بصراحه وكملت الموسم ولعبنا الشامبيونز ليغ ولعبت نهائي كاس تونس كانت ثقه كامله من اداره الفريق زاد بكل امانه وكل صراحه بالنسبه له هو معناها صارت مفاوضات وقع اقتراح معناها الاسم تاعي ان يعني يكون مدرب اول تاع الفريق وهذا شرف لي انا بطبيعه حمادي الدو بتاع 2013 2014 ماهوش حمادي الدو بتاع 2021 هذه ما فيش حتى كلام معناها يمكن انضج يمكن تجارب اكثر معرفه اكثر بالبطوله التونسيه دونك ان شاء الله نعطي الاضافه للفريق بتاعي واللي الجمهور يستنى توا في النتائج الباهيه والجمهور معناها يستنى برشا من حمادي الدو ان شاء الله نكون نحسن ضمن الجمهور هذا ان شاء الله. سي حمادي اكيد انت ولد السي اس اس معناها ما تحتاجش حتى باش تقرا اكيد متابع كبير للسي اس اس، كيفاش تحكم على الايفكتيف الموجود اليوم في الفريق؟ والله من احسن الايفكتيف معناها اللي موجودين ايفكتيف تاع النادي السياسي تقريبا في مغلب المراكز معناها تشوف انت في الاظهره ثم زوزه ظهير يمين اثنين ظهير يسار لاعبي الرواق الوسط معناها عندنا زوج مهاجمين شواط وايدو يعني تحس انه الرصيد البشري محترم ومحترم جدا يمكن ثم في المده الثانيه شويه بلوكاج مونتال اللي خلى النادي السياسي ما قدمش اداء كبير لكن النادي السياسي في بعض المقابلات معناها قدم مقابلات ممتازه وهذا يعكس انه الفريق هذا عندنا امكانيات ثم بوتنسيال ممتازه في الفريق ويمكن بالوقفه ويمكن بالتركيز اكثر باكثر كوميونيكاسيون اكثر رفع معنويات اللاعبيه ينجموا يخرجوا احسن ما عندهم اللاعبيه ويكون عندنا معناها افكتيف حسب راينا افكتيف اللي تريريش تاع السياسي. عندك تفسير للي صار سي حمادي، نتائج كانت محترمه جدا مع ناس بوجلبان بعد مع المدرب الثاني الاسباني تبدل الجمله قول مش نفس الفريق، معناها عندك تفسير فنيا للي صار؟ والله ما نحبش ندخل انا في مقارنات ما بين مدربين تو نفكروا كان في المستقبل اكيد مع ليس قدم الفريق يعمل معناها عمل نتائج باهيه مالغري الفريق هذا زاد خرج من الشامبيونز ليغ اللي كانت معناها بالنسبه لنا زاد كجمهور النادي السياسي ما كانتش راضيه على الخساره هذه في الشامبيونز ليغ. لكن نيس عمل نتائج باهيه وكان بوتيتا كلاسي دوزيام. صار مع موروسيا يعني ما نحبش نحكم معناها على شنو اللي ثم وشنو اللي ما ثماش، اهم شيء احنا نعملوا دياغنوستيك صحيح ونفكروا في المستقبل بتاع الفريق، هذا هو اهم حاجه، احسن من نقعدوا نرجعوا للماضي وعلاش الفريق مع نيس احسن من مع موروسيا وندخلوا في مقارنات. مش وقته هذا حسب رايي. ما مهم كوتش باش نبنيو عليها باش نعرف كونستان شنو نقاط الضعف اللي كانت مش ماشيه باش نحسنوها اكيد تعرف انت ولا هذا اكيد احنا في حجره الملابس وفي المكاتب نتاعنا اكيد باش نعمل كونستان هذا وباش نجموا نصلحوا المستقبل هذا اكيد. اخر سؤال كوتش اكيد ما يخفى لحد حد المشاكل الماليه في السي اس اس، عندك ضمانات معناها بتاع خاصه الملاعبيه الاجواء الظروف باش تكون في تخدم في اجواء باهيه؟ والله قعدت مع هذا من برمي معناها النقاط اللي قعدت مع اداره الفريق مع الاعضاء تاع الهيئه المديره وثم ضمانات ان شاء الله بالطبيعه وان شاء الله في الفتره الجايه معناها مش تحل برشا مشاكل وثم معناها اكيد مش يصير اجتماع مع الملاعبيه وان شاء الله ما ثم كان الخير اكيد انا ما معناها ما قعدت مع الاداره من النقاط المهمه برشا اللي حكيت فيها هو هالموضوع هذا اللي هو مهم برشا نعرف انه الملاعبيه ثم شويه مشاكل من الناحيه الماديه ان شاء الله هالمشاكل تتحل في القريب في القريب ان شاء الله. ان شاء الله وقتاش تبدا سي حمادي؟ غدوه مقابله ضد شبيبه القيروان مش نكون موجود في ملعب الطيب المهيري مانيش نكون مشرف بطبيعه على الفريق بكل صراحه معناها مش يكون الاطار الفني موجود لكن بعد غدوه ان شاء الله تبدا اول اجتماع مع اللاعبين ان شاء الله. مادام حكيت على ستاف تكنيك باش يكملوا معاك هيكل كمامديه وسيم معلا باش يكونوا موجودين معاك ان شاء الله؟ ان شاء الله هما باش يكونوا غدوه موجودين وغدوه في الليل باش يكون جلسه مع الاطار الفني هذايا وان شاء الله يكونوا موجودين في الاطار الفني تاع النادي السياسي ان شاء الله. عندك مساعد باش يجي معاك ولا لا؟ والله لا تو كل ماما ما ثماش مساعد باش يجي معايا لانه مساعد بيخدم معايا في السعوديه موجود حاليا مازال في المملكه العربيه السعوديه. دونك ما عنديش مساعد باش يجي معايا تو واضح مبدئيا. يعطيك الصحه شكرا لك سي حمادي الدو بالتوفيق ان شاء الله في تجربتك مع السي اس اس. بارك الله فيك خويا سلام تحيه ليك تحيه لجميع المستمعين. شكرا. كان هذا حمادي الدو مدرب السي اس اس في تصريح بعد تعيينه مدرب جديد للسي اس اس اكيد بالتوفيق ان شاء الله للزوز اطراف للمدرب وكذلك التونسي اللي نتمناو له كل التوفيق كيف كيف للنادي صفاقس ان شاء الله يخرج من ازمه النتائج خاصه اللي موجوده فيها. فاصل فهم كاملين في زون ميكس بعد شوي نستقبلوا ضيفنا اليوم المحامي المختص في القانون الرياضي انيس بن ميمه.